الإصابة رقم 6 ديسمايدس اور سبرين اور سسبنسوري ليجامنت. زي ما الانفلاميشن والاسترين بتاع السوبرفيشال اند ديب فلكسور تندون سميناه تندونايتس، هنا السبرين او الانفلاميشن بتاع السسبنسوري ليجامنت بنسميه ديسمايتس. يبقى الديسمايتس عباره عن انفلاميشن للسسبنسوري ليجامنت. ايه السسبنسوري ليجامنت؟ نعرف كده المجموعه مع بعض. انا عندي مجموعه الفلكسور اللي موجوده في ظاهر القائمه عباره عن سوبرفيشال فلكسور تندون اللي باللون الاصفر مع السهم ده، ديب فلكسور تندون اللي باللون البامبي مع السهم، والسسبنسوري ليجامنت. التلاتة دول يعتبروا عيلة واحدة ومجموعة واحدة، وإصابة أي واحد فيهم بتأثر على التاني، وأعراض الإصابة بتاعت واحد بتشمل أعراض الإصابة بتاعت التاني، حتى طريقة العلاج بتاعت الاتنين تعتبر واحدة. إيه الأسباب اللي بتؤدي إلى إصابة السسبنسوري ليجامنت بالديسمايتس؟ السسبنسوري ليجامنت إما إن هو يحصل له انفلاميشن عند البايفوركيشن بتاعه في التالت من الميتاكاربال بون، يعني لو مسكنا الميتاكاربال بون وقسمناها تلات اجزاء هي تقريبا في التلت الاخير او ما بين التلت الوسطاني والتلت التحتاني، بيحصل بايفوركيشن بالسسبنسوري ليجامنت، وكل برانش فيهم بيمسك في عظمه من العظام بتاعت البروكسيمال سيسامويدين بون. عند البايفوركيشن ده لو الجوين بتاع الفتلوك حصل له اكستنشن اكتر من اللازم بيحصل سبرين للليجامنت ويحصل فيه انفلاميشن، او ان يحصل الانفلاميشن عند الاتاتشمنت بتاع السسبنسوري ليجامنت البرانش بتاع السسبنسوري ليجامنت سواء الميديال او اللاترال عند العظمه اللي بيمسك فيها اللي هي البروكسيمال سيسامويدين بون، وده بيحصل نهايه السبب او قرب نهايه السبب مع الاجهاد الشديد للحيوان. يبقى ادي مكان وادي مكان. بعد كده ممكن يحصل بقى في اي مكان بسبب التروما. يبقى في ثلاث اسباب اساسيه للديسمايتس. الاعراض بتاعت الديسمايتس هنا بقى هتلاقي الاعراض هي تقريبا نفس الاعراض بتاعت التندونايتس اللي اتكلمنا عليها البود تندون، شكل حاد وشكل مزمن. الشكل الحاد هتلاقي فيه لمنس يشبه اللمنس بتاع التندوساينوبايتس اللي هو البود تندون، وياخد الاكيوت نيتشر الشكل الحاد من حيث البين واللمنس والسخونه بتاعت المكان، تحس ان المكان دافي والسورينج. ونتيجة ان الليجامنت ده موجود في ظهر القائمة، اول ما يحصل الاصابة دي الحيوان هيعمل نفس الاعراض بتاعت التندونايتس، ان هو يبدأ يقدم الركبة شوية، يبدأ يقدم الفتلوك شوية، مش نوكلينج، هو بيقدمه شوية ويرفع الكعب ما يملهوش في الارض علشان يخف الضغط على السسبنسوري ليجامنت. حتة بقى مهمة، واحنا بنتكلم على التندونايتس قلنا ان الحيوان اثناء المشي ما بيسمحش للفيتلوك جوينت ان هو يشتغل بنظام السوست، ان هو ينزل يجرب من الارض ويطلع تاني، لان هو لو نزل وجهه التندون والليجامنت يسحبوه لفوق تاني، يسحبوا الجوينت لفوق، هيبقى مؤلم للحيوان، فعشان كده الحيوان بيميل لتثبيت الفيتلوك جوينت. نفس المنظر ده هتلاقيه هنا. يبقى انا كده لحد دلوقتي في عندي اصابتين يخلوا الحيوان لا يسمح للفيتلوك ان هو يحصل له دروب اثناء المشي ويطلع تاني، التندنايتس والسسبنسوري ليجامنت انفلاميشن اللي هو الديسمايتس. طيب لما نيجي نخش ناحيه الكرونيستي برضه زيه زي البود تندون التندنايتس، نبدا نخش في حدوته الكرونيك انفلاميشن وتكوين كميه من الفايبرس تيشو، يبدا يحصل تليفات للليجامنت. وخلي بالك احنا اتفقنا ان التندون البلاد سبلاي بتاعه وحش، السسبنسوري ليجامنت او الليجامنت عموما البلاد سبلاي بتاعها وحش، كميه الفايبرس تيشو اللي موجوده، الفايبرس تيشو اللي هو النورمال الطبيعي في التندون وفي الليجامنت عاليه، والالاستيستي بتاعه الليجامنت اقل من الالاستيستي بتاعه التندون، فبالتالي لما يحصل تليفات هيحصل ريبليسمنت للنسيج بتاع التندون والليجامنت بفايبرس تيشو الاستيستي بتاعته اقل من الاستيستي الطبيعيه، وتخلي التندون او الليجامنت عرضه ان هو يحصل فيه اصابات تاني وتالت ورابع. هنا بالنسبه للكرونيك انفلاميشن هتلاقي فيه فيبروزز، فيه تليفات، وهتلاقي فيه سويلنج، والسويلنج هنا هيبقى في الغالب فيبروس كونكتيف تيشو. التليفات دي يا اما تلاقيها على الليجامنت يا اما تلاقيها على الاتاتشمنت بتاع الليجامنت مع السيسامويد بون، احنا اتفقنا ان هو ممكن يحصل عند البايفوركيشن او ان هو يحصل عند الاتاتشمنت بتاع البرانش بتاع السسبنسوري ليجامنت مع السيسامويد بون.
التشخيص من الهيستوري والكلينيكال ساينس والكلينيكال اكزامينيشن. العلاج هتلاقي العلاج هنا زيه زي العلاج بتاع التندنايتس تقريبا. الاكيوت فورم هنبدأ نستخدم الانتيفلوجيستيك، هنستخدم الكورتيزونات، هنعمل كاست جبسونا على الرجل بتاعت الحيوان، الاستيك باندج ده ممكن يقعد بالشهور. الريست بياخد من 6 أشهر إلى 12 شهر زي في التندنايتس. ندي ريست لفترات طويلة ممكن توصل لحد سنة، وندي ريست للحيوان ممكن يوصل لحد سنة. ده بالنسبة للأكيوت انفلاميشن. مع الكرونيك انفلاميشن الكرونيك سمايتس مفيش طريقة افكتيف للعلاج، لأن الري انجري هنا بسبب الفايبروزس واللوس بتاع الإلاستيستي والأدهيجن بتاع الليجامنت مع التشو اللي حوالين منه بيبقى عالي، فعشان كده العلاج هنا مش افكتيف. انت بقدر الامكان بتحاول تساعد، لكن ما دام وصلنا لمرحله ان بقى في كرونيك انفلاميشن واصبح فيه تليفات في الليجامنت، تليفات يعني فيه فايبروس كونكتيف تشو اتكون في الليجامنت، الاستيستي بتاعته اقل من الطبيعي، بلاد سبلاي بتاعه ضعيف مش هيبقى زيه زي الفايبروس كونكتيف تشو بتاع الليجامنت الاساسي، فهتلاقي الحيوان عرضة دايما للإصابات رغم إن احنا ريحناه سنة في الفترة الأكيوت. هتلاقي العلاج هنا برضه هو العلاج بتاع الكرونيك تندنايتس أو الكرونيك انفلاميشن. البليسترنج والفايرنج، إن أنت تعمل سيرجيكال لونجيتيودنال انسيجن وتخيط، تيجي في الحتة اللي فيها المشكلة تفتحها بالطول وتخيطها تاني على أساس إن أنت تحوله إلى جرح، يبدأ الجسم يبعت له بلاد سبلاي عشان يحصل هيلينج، يحول الكرونيك انفلاميشن الى اكيوت انفلاميشن. ومع الخياطه دي ممكن تعمل قص. الاكسرسايز بعد ما تخلص الحدوته دي يبقى مايلد اكسرسايز، والحيوان ده ما ينزلش للسبج مره تانية لمده 8 شهور، يعني برضه هتدي ريست حوالي سنه. يبقى سواء بالنسبه للاكيوت ديسمايتس او للكرونيك ديسمايتس محتاج ان انت تدي فترات طويله جدا من الراحه ممكن توصل لسنه. طبعا الكلام ده ما بنعملوش للخيل العاديه، الكلام ده بنعمله للخيل الغالية اللي هي الخيل بتاعت السرج أو إذا كان صعب عربي.